في عناوين النشرة: حزب الله فتحنا الأبواب ولن نسجل يمينا ويسارا. المهم أن يعرف الفريق الآخر أو بعض هذا الفريق الآخر كيف يسلب هذا الطريق. انتحاري يفجر نفسه بحفل زفاف في غازي عنتاب وعشرات القتلى. مولود أسترالي يكسر الرقم القياسي في الوزن الثقيل. وفي النشرة: ليو تحتفل بعيد ميلادها الثالث. كل التحيات وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من قناة الجديد في بيروت. عالطيب يلاقونا، فتحنا الأبواب والمهم أن يعرف بعض الفريق الآخر كيف يسلك هذا الطريق. لا تضيعوا البوصلة ولا تستمروا في تقطيع الوقت ولا تنتظروا أي تغيير من الخارج. لا نريد أن نسجل أحدا اليوم ممن أطلقوا مواقف يمينا وشمالا وكفى عنادا ومكابرة. موقف لحزب الله أطلقه النائب حسن فضل الله خلال مهرجان سنوي تقيمه بلدة الطيب الجنوبية، رد فيه على بعض المواقف الصادرة عن تيار المستقبل، خصوصا وزير الداخلية نهاد المشنوق وما قاله في تكريم المفتي عبد اللطيف دريان. المواقف من الرئاسة كان لها حصة شمالا، وخلال تخريج طلاب جامعة المنار لفت الوزير السابق فيصل كرامي إلى أن طابة رئاسة الجمهورية ليست عند هذه الدولة الإقليمية أو تلك، وليست أيضا عند حزب الله أو تيار المستقبل، بل عند النائبين ميشيل عون وسليمان فرنجي. ومن على المنبر ذاته قال وزير التربية الياس أبو صعب إن قرار انتخاب رئيس للجمهورية ليس قرارا محليا، وإن اللبنانيين جميعهم أصبحوا منفذين، وعندما يصدر القرار سنرى بسحر ساحر كيف تصبح الأمور. إذن من بلدة الطيب الجنوبية، النائب حسن فضل الله يدعو الفريق الآخر إلى الكف عن المكابرة وإطلاق المواقف العشوائية، ويؤكد أنه لولا تدخل حزب الله في سوريا لما كان هناك لبنان. أمل النائب حسن فضل الله من السياسيين تلبية الدعوة التي أطلقها السيد حسن نصر الله في عيد النصر ومباشرة العمل على إنهاض الوطن من أزماته لا سيما السياسية بما فيها أزمة الشغور الرئاسي وقانون الانتخاب، مؤكدا التعاطي بإيجابية لتسهيل الأمور في البلد. كلام فضل الله جاء في خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة الطيب قضاء مرج عيون، وذلك بعد إطلاق المهرجان القروي العاشر عالطيب لاقونا 2016. الاستمرار في العناد والمكابرة وإطلاق المواقف التي لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، هذا الاستمرار لا يمكن أن يقدم أو يؤخر. لا نريد أن نساجل اليوم أحدا ممن أطلقوا مواقف يمينا وشمالا، لأننا لا نزال في دائرة الإيجابية. الآخرون إذا أصروا على الاستمرار في هذا النهج التعطيلي لن يحصدوا إلا خيبة وفشل وإلا استمرار الأزمة التي تنعكس على الجميع. هذه الأزمة تضر بكل البلد، لا تضر بفريق دون فريق. نحن نريد للشغور الرئاسي أن ينتهي اليوم قبل الغد، والمدخل إلى ذلك واضح والطريق إليه مفتوح، لكن المهم أن يعرف الفريق الآخر أو بعض هذا الفريق الآخر كيف يسلك هذا الطريق. لا تضيعوا البوصلة فيما يتعلق بالمواجهة في سوريا. كما كنت أقول منذ قليل، نحن مستمرون في هذا الخيار. لولا تدخل حزب الله في سوريا لم يكن هناك شيء اسمه لبنان ككيان
قائم مستقل له دولة ومؤسسات. وكانت جولة للحضور في أرجاء المعرض التراثي القروي الذي يعكس مهارات الأهالي الفنية بأشغاله اليدوية والمأكولات الشعبية والصناعات الحرفية. الوزير السابق فيصل كرامي يقيم حفل عشاء على شرف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب. أقام الوزير السابق فيصل كرامي بوصفه رئيسا لمجلس أبناء جامعة المنار مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي حفل عشاء على شرف ضيف حفل تخرج طلاب جامعة المنار للعام 2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب بحضور عدد من الفعاليات السياسية والأكاديمية. وشدد كرامي في كلمة ألقاها خلال الحفل على ضرورة إقرار قانون انتخاب يعتمد على النسبية، داعيا إلى لقاء يجمع المرشحين الرئاسيين العماد ميشيل عون وسليمان فرنجي لما فيه من مصلحة البلاد. إن إنقاذ بلدنا لا يكون سوى عبر قانون انتخابات نيابية يعتمد حصرا وبدون ألاعيب وبدون تذاكي وبدون مبررات وأعذار فارغة يعتمد النسبية. إن النسبية هي العدالة، وأي كلام متجدد عن الديمقراطية التوافقية هو الفساد. نعم، التوافق لم ينتج سوى الانهيار والفساد. بدوره أعرب وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب عن قناعته أن انتخاب رئيس الجمهورية لم يعد قرارا محليا، وأن الجميع بات ينتظر قرارا خارجيا، معربا عن خوفه من الفراغ الشامل الذي قد يصيب البلاد في حال حصول انتخابات نيابية وفق قانون 60. صارت عندي قناعة، ولما يطلع القرار حنشوف بسحر ساحر كيف بتنحل الأمور. إنما خوفي أنه من هلأ لنهاية العام ما نقدر ننتخب رئيس جمهورية، وعندها ما نتفق على قانون انتخابات، وقانون الانتخابات وفق النسبية اللي عم يحكي عنه معالي الوزير، هيدا اللي بينقذ لبنان، هيدا بيكون العيش المشترك الحقيقي اللي بينحكى عنه، هيدا اللي بيخلي لبنان وطني مش طائفي. نعم، أنا بوافقك 100% بهالطرح. كما جدد أبو صعب ثقته بأن العماد ميشيل عون هو الأحق برئاسة الجمهورية كونه يمثل أغلبية الشارع المسيحي. أكد رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض أنه إذا ما كان هناك من مدخل للحل في انتخاب رئيس للجمهورية فلا حل إلا باستعادة الجمهورية. وأضاف خلال عشاء جمعية المساعدات الاجتماعية في إهدن أن بضعة الميثاقية وحق البعض بالفيتو اللذين تم إقرارهما في الدوحة ضرب للدستور وطعن للطائف تماما، كما كانت كل طاولات الحوار مقدمة للخروج عن الطائف وعن المؤسسات الدستورية. أثبتت التجارب أن اعتبار ثوابت قيام الجمهورية مجرد شعارات رومانسية خاضعة للمساومة ببزار البراغماتية وشهوات السلطة وحكومات ربط النزاع وطاولات الحوار الجماعي والثنائي البديل عن المؤسسات. نعم، أثبتت التجارب أن هودي هن يلي وصلونا للشلل والفشل والفساد وانهيار الجمهورية. 37.5% عم تتوزع على قوى سياسية بتتصارع بالنهار وبتتقاسم حصصها بالليل حتى بالزبالة. لأن منظومة الفساد العابرة للاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية صارت الناظم الحقيقي للعلاقات بين قوى السلطة. أفاد الإعلام الحربي أن مجاهدي حزب الله استهدفوا بالمدفعية المباشرة تجمعات لمسلحي جبهة النصرة في كسارة مرتفع قرنة القنزح بجرود أرسال بالبقاع الشمالي، وحققوا إصابات مباشرة في صفوفهم. عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري استهدف زفافا في غاز عنتاب عند الحدود التركية السورية.
رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكوف تنظيم داعش وراء التفجير الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل في مدينة غازي عنتاب الواقع على الحدود مع سوريا جنوبي تركيا مساء السبت، فأصيب أكثر من 100 شخص في التفجير الذي وصفته الحكومة التركية بأنه هجوم إرهابي، فقد استهدف شخص يرجح أن يكون انتحاريا حفل زفاف كردي موديا بحياة عشرات المدعوين الذين كانوا يرقصون في أحد شوارع المدينة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، لكن التنظيم المتشدد سبق وأن شن هجمات مماثلة في تلك المنطقة. وصباحا قام وزير الصحة التركي بتفقد الجرحى في المشافي ومكان التفجير. من ناحيتها أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها للتفجير، مؤكدة أن هذا الهجوم يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية ويستهدف المدنيين الأبرياء، مشددا على رفض العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيا كان مصدره أو الدوافع المؤدية إليه. كذلك أدانت الخارجية السعودية التفجير، بينما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأبرق إلى أردوغان معزيا بضحايا الهجوم، معربا عن استعداده لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع تركيا. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن السوريين مصممون على الدفاع عن وطنهم ووحدة بلدهم على الرغم من كل الضغوط والمعاناة على صعيد الأمن والاقتصاد. الأسد وخلال استقباله وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية جاويد أكبر لفت إلى أن وقوف العديد من الدول الصديقة ومن بينها الهند إلى جانب الشعب السوري عزز صمود سوريا في وجه حرب فرضت عليها من قبل دول غربية وإقليمية استخدمت ودعمت التنظيمات الإرهابية بطرق مختلفة وعرقلت إيجاد حل سلمي لوقف الدمار والجرائم الإرهابية بحق الشعب السوري. من جهته قال جويد أكبر إنه من الضروري التعاون مع سوريا لمكافحة الإرهاب وتعزيز النجاحات التي يحققها السوريون في هذا المجال، معتبرا أنه من الخطأ عدم إدراك مخاطر الإرهاب وغايته في نشر القتل والتطرف وتهديد الاستقرار العالمي. أفادت معلومات صحفية منذ قليل عن مقتل 5 بينهم امرأة حامل بهجوم مسلح في ولاية ألاباما الأمريكية، وقد جرى إلقاء القبض على الفاعل. وفي كندا قتلت الشرطة الكندية في بلدة في أونتاريو مشتبها به في التخطيط لشن هجوم بقنبلة في مكان عام إثر تلقيها معلومات موثوقة عن نيته تنفيذ عمل إرهابي. وأكدت الشرطة أن الشاب أرون درايفر البالغ من العمر 24 عاما كان قد أوقف العام الماضي بسبب تأييده لداعش الذي عبر عنه على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان قد صدر بحقه في وقت سابق من العام الحالي أمر قضائي بعدم الاتصال بأي منظمة إرهابية بما في ذلك تنظيم داعش ليتم الإفراج عنه لاحقا في شباط الماضي ووضعه تحت مراقبة قضائية صارمة. بعد الإعلان استخرجوا 40 سكينا من معدته. أهلا بكم من جديد، وبعيدا من السياسة سننتقل مباشرة إلى ملعب المدينة الرياضية حيث الزميل علي حجازي سيوافينا من هناك بأجواء التي تسبق لقاء القمة بين النجم والأنصار اليوم. علي أهلا بك، كيف هي الاستعدادات؟ هل بدأ الجمهور بالتوافد إلى المدينة الرياضية؟ وماذا عن التوقعات بشأن هذا اللقاء القمة اليوم؟ نعم رامز، تحية لجميع المشاهدين. يعني هو النهائي الخامس بين النجمة والأنصار في مسابقة كأس النخبة. ما هو كأس النخبة؟ لمن لا يعلم يعني كأس النخبة من يشارك في هذه المسابقة؟ أول 6 فرق تحتل المراكز طبعا الستة الأولى في الدوري، يعني الصفاء حمل اللقب، العهد، النجمة، الأنصار، النابشيت وشباب الساحل تشارك في كأس النخبة. هي نخبة الأندية اللبنانية. الأنصار والنجمة سبق والتقيا في دور المجموعات هنا على هذا الملعب، على ملعب المدينة الرياضية في التاسع من آب. كانت أول مباراة تقام على ملعب المدينة الرياضية منذ عام 2014 بعد غياب طويل. عادت المدينة لتستقبل المباريات، وأي مباراة كانت مباراة النجمة والأنصار. انتهت بالتعادل الإيجابي، الفريقان تأهلا إلى نصف النهائي. الأنصار أطاح بالعهد حامل اللقب،
والنجم طبعا تغلب على فريق الصفاء ليعود ويلتقيان ايضا على ملعب المدينه الرياضيه هنا في بيروت. طبعا الاستعدادات كبيره كانت بين الجمهورين. الان منذ حوالي 10 دقائق فتحت البوابات، بدات الجماهير تدخل، جمهور النجم كما تشاهدونه خلفي، وايضا في المقابل جمهور الانصار بدا الان بالدخول. متوقع حضور كبير، مسيرات سياره طوال الليل وايضا اليوم قبل المباراه من الفريقين تسعى لحصد اللقب. لقب النخبه يتفوق به بشكل كبير رامز، يعني فريق النجمه يسيطر على كاس النخبه، حتى سميت كاس النخبه للنجمه بسبب تفوق 8 مرات احرز الكاس فريق النجمه. اما الانصار برغم انه اكثر فريق احرز القاب على صعيد الدوري على صعيد الكاس، الا انه في كاس النخبه يعتبر فريقا عاديا، احرز اللقب فقط مرتين، يسعى اليوم للقب الثالث. اذا هل سيكون اللقب الثالث للانصار ام التاسع القياسي للنجمه؟ طبعا حوالي الساعه وتبدا المباراه، نحن سنكون معكم بتغطيه مباشره منذ الساعه 3:30 هنا من ملعب المدينه الرياضيه. نعم اكيد، شكرا لك الزميل علي حجازي على كل هذه المعلومات والتوفيق للفريقين. اقدم عدد من معتصمي الدفاع المدني الذين يعتصمون منذ اسبوع في سهل مرج عيون عند الحدود اللبنانيه الفلسطينيه قباله مستعمره المطلي على المبيت لليله الثانيه على التوالي في العراء خارج خيمه الاعتصام وعلى مسافه قريبه من السياج التقني يظللهم العلم اللبناني وسط تحركات لجيش العدو ومراقبه لما يجري على الجانب اللبناني. في عملية جراحية نادرة استخرج أطباء هنود 40 سكينا من معدة مواطن هندي شمالي البلاد، وكان سوجيت سينغ وهو ضابط شرطة قد توجه للمستشفى بمدينة أمريستار وهو يشكو من آلام شديدة في المعدة وفقدان الشهية، وبعد الفحص التمهيدي اعتقد الأطباء أن سينغ يعاني من ورم في المعدة، لكنهم اكتشفوا لاحقا وجود مواد معدنية في معدته. وقال أحد الأطباء بمجرد أن وضعنا الكاميرا في الداخل شاهدنا بعض المواد المعدنية على الشاشة، وكان من بين هذه المواد قطع من شفرات معدنية وقطع خشبية، وهو أمر نادر وغريب للغاية، فأنا لم أشاهد شيئا كهذا خلال ممارستي للطب طوال 20 عاما. وأضاف الجراح: سألنا المريض الذي قال إن لديه الرغبة في ابتلاع السكاكين وأنه ابتلع سابقا 28 سكينا، لكننا استخرجنا 40 منها. هذا واستغرقت عملية استخراج السكاكين نحو 5 ساعات. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأضخم رضيع في العالم يزن 18.1 كيلوغرام، ولد في أحد مستشفيات أستراليا مؤخرا لينتزع بذلك الرقم القياسي من صاحبه المولود عام 1839 بوزن قياسي بلغ 17.2 كيلوغرام. وكانت الأم التي تزن 272 كيلوغراما قد دخلت المستشفى بأعراض ولادة قبل أن يقوم الأطباء بإجراء عملية قيصرية لتسهيل الولادة نظرا لثقل وزنها وتجنبا لأي مضاعفات، ظنا منهم في بداية الأمر أن الأم حامل بثلاثة توائم، ليتضح فيما بعد أنها حامل برضيع واحد فقط. وبحسب تقرير المستشفى فإن حالة الطفل والأم مستقرة. احتفلت حديقة حيوانات سان دييغو في الولايات المتحدة بعيد مولود دبة الباندا الشهيرة غزايو ليو، والتي بلغت من العمر 3 سنوات، وصنع لها القيمون على الحديقة قالب حلوى من الثلج والخيزران والفواكه، واصطف الآلاف حول الحديقة لالتقاط الصور التي لغزايو التي كانت تلعب إلى جانب الهدايا التي قدمت لها في عيد ميلادها. والآن فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية مقالا بعنوان سجن داخل سجن للسجناء المتطرفين، لفتت فيه إلى أن أخطر المتطرفين في بريطانيا سيسجنون داخل سجون خاصة ذات إجراءات أمنية مشددة داخل السجن لمنعهم من نشر التطرف وسط السجناء الآخرين. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعديل على نظام السجون في بريطانيا جاء بعد الكشف عن أن الشيخ والداعية المتطرف أنجم تشودري
الذي يمضي فترة عقوبة مدتها عشرات السنين في السجن أعلن ولاءه لما يعرف بتنظيم داعش الإرهابية، مما زاد من مخاوف السلطات أنه قد يجند غيره من السجناء. توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة الكوبية هافانا، المحطة الأولى من جولته على عدد من دول أمريكا اللاتينية، مترأسا وفدا سياسيا واقتصاديا كبيرا. وسيلتقي ظريف خلال زيارته كبار مسؤولي هذه الدول لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وأحدث التطورات الإقليمية والدولية. وفي تصريح لمساعد الخارجية الإيرانية لشؤون أوروبا وأمريكا مجيد تختراوانجي، أوضح أن الزيارة تتيح فرصة ممتازة للمزيد من تطوير العلاقات بين إيران وهذه الدول في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، مضيفا أننا سندخل بعد هذه الجولة مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع أمريكا اللاتينية. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح عن تعيين امرأة في منصب أمني للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه قد تم تعيين نجاة الجوادي كأول مديرة أمنية مهمتها التنسيق ضمن الإدارة العامة للأمن الوطني. كان في النشرة حزب الله فتحنا الأبواب ولن نسجل يمينا ويسارا. المهم أن يعرف الفريق الآخر أو بعض هذا الفريق الآخر كيف يسلك هذا الطريق. انتحاري يفجر نفسه بحفل زفاف في غازي عنتاب وعشرات القتلى. مولود أسترالي يكسر الرقم القياسي في الوزن الثقيل. وكان في هذه النشرة ليو تحتفل بعيد ميلادها الثالث. النشرة انتهت. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا الجديد .tv، على فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. نعود ونلقاكم في نشرة الثامنة. حتى ذلك الوقت، إلى اللقاء.